بسم الله الرحمن الرحيم. نتشكر نادور سيتي تغطية نادور سيتي تبقى في مشروع نهار الشواء. نبدا زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعل الله الراشي والمرتشي والرائش. ونفهم المسألين عرشوث من وغزب العلاج، لأن مازال المواطنين مازال الموظفين مازال كافة العموم مرة يعني عرشوث يعني ما تراح من الإدارة تسحب انت الشواهد نسمع ما وغاس نبو السفة القانونية يزيد غاس حبن ما مش سمسا ما وغاس بورحق ما يميت الشعر شوط نير الموظف يستفزز المواطنين يتضغط خاص مثلا يدي عصر وقت روح نهارا روح كيف الشباش يسيب شعر شوط نشي نضيد إيمانية نهار شوط لأن الرشوة ضياع المجتمع ضياع شخصيا الإنسان ضياع أي واحد فهمت يعني ما رمنا يمشي القرغبيب بالنس نهار شوط للإدارات للمجتمع ما بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأرشوث أرشوث يحرم الشرعية حرمة القانون إيش حاجة يتكنا مخلة للأدب غنينيش مخلة للأدب مثلا يجني يخدم يعب حماندا النص يعزو عادي يضم بعض الكوفري إذا من النص مثلا تضع رشوث تجن ولا تجن نقطة ذي رشوث ديني عوض أربعة النقاط الغنيت ديني بقراني يجن غاس 8 الطاس يتيش 8 يجن من غاسشة فما ادري غلا من نهر من نهر من نوح غا غاجن ومشان يجن نطاق عام فمن غلا انت سيور خيج النطاق اللي واحد اللي شنو يجن غاس من الثمانيات يعني بحمان ضا النص ويا بحمان ضا النص طب قرات تبارك الله ولكن واخا يمني الثمانيات نحن جا نغنيت نغني وذاني نغنيت هو غايجي شي ديني عاوديني غايجي الطاس اللي غايجي الطاس تشنا رشوط اللي غايجي شي حاجه دروس وشكرا ونتمنى ان شاء الله ارشوث تنقطع باش هذه تقدم شويه البلد تقدم شويه مع النغازات وان شاء الله نتمنى ما راه تقطع على رشوط وما راه تسبع. والسلام عليكم. بسم الله الرحيم. موضوع ديال الرشوه راه موضوع عام وموضوع خطير وهي افه اجتماعيه يمكننا الى جهدت الى طلبت المجهودات وكثرت المجهودات يمكن نتغلبوا عليها ونحاولوا نحاربوا هذه الرشوه هذه باي جهه اي طريقه ونحاولوا نشوفوا الرفع من مستوى ديال المعيشه ديال المواطن ونحاولوا نوعيوا المواطن على هذه الافه اللي هي خطيره ولا اله الا الله كما لله سبحانه وتعالى. موضوع الرشوه الرشوه يعني نجل الافه خطيره يعني تجاه بنادم انه هو يقتبوا الحج النس يعني بطريقه قانونيه القانون كذا يعني مرضي من الثمانية ذي نوع نص الرشوة ذي كذا أنه يربط يتري تعطل القضاء الحاجة للمواطنين السكان. في البداية نشكرك ناو يعني الموضوع اللي خطأ مشروع شوية الموضوع عن الساعة يعني نعيش يوميا مرتبطك من هذا الموضوع يعني زي داخلي زي قديم الزمان مش الموضوع الحقيقة يعني المرض الظاهرة المرض الرشوة مرتبطة بالإنسان ماني ما تروح تروح على الإدارة تروح على السوق تروح يعني أي ميدان في الميادين يا غاتاح وإلا ليس رشوة رشوة توارت في المظاهر مثل الزلة في الإدارة المواطن شو يزيد ساعات ندير شوية يزيد ساعات دايس تفضل المواطن تفضل كل جنس الموقع مثل الموظف رجل أمن بوليسية ضبيب يعني مستخدم مالكة وشا يتساهم رأي أنت كل جنس يجي تنس تفضل المواطن تحت الإدارة ديني رشوة ديس أنواع تفضل المواطن يتشر رشوة يعني تشيت يعني يا إما عن طريق الابتزاز تبتزت مثلا الموظف نيغ رجل آمن نيغ كذا نيغ تفضل المواطن يتشيت يعني يتعتقد باللي ثقافة يعني فان كي الثقافة يتعتقد باللي ضروري يتشيت باش يقضى الغرض يتشيت سهل ليس غير يتشيت باش يقضى الغرض يعني الثاني تفضل رشوية يعني الموضوع ذا مقرر من الكاس نسيوة تاخذوا قد 500 نوت ولا في ساعه ولا اثنين ساعتين حتى هنا غير تعتبر المغرب زي الدول المتقدمه للرشوه المنظمه فرنسا فرنسي تصل منظمات
يعني وين كي يجي الفيروس ياخذ يعني اللي داخل الهياكل الدوله زي زي الهرم زي السنجاس والدي ديما ما يدروا حتى يعني في الحقيقه كيش المرض يتخصص مو العلاج تشرب لي نتصل تصل المكاتب تصل ولاد ثمن سنة تاع محاربة الرشوة اش تعتقد باش تظن يعني في الظاهرة يعني واش ما خاصك تظن وإنما تحاول ما يمكن خاصك هذا سف يعني هذا الموضوع هو هاي المنايا وهي الجان خمسين مني تعلق مزيان رشوات غير ما خذي غادي تشجع بنادم هذا بدا تسكن البروخ ابنو في ليجن غواني ونظن هادي سجن هادي يعدو دقي خصها نكس عاود القانون يتسفر نخو حاليا كتاجير توينا غادي كاميون سرعت واش راه خوتو غادي تخسر فرانك و 29 30 40 فرانك نجتمع اذا دقي تقول غادي تشجع باش الدوله تكشر النظام خصها تعزو دم الزوات راه على المصالح الاساسيه خص يبريد يخص شي فور ديال بحث من السلام عليكم عبد الله الرئيس النائب بجماعة بني شيبة حقيقة استخسام لك ظاهرة الرشوة ظاهرة الرشوة حديث الساعة ظاهرة أن الرشوة يجب أن نهلش ضم قران للمجتمع على رسول المغرب وظاهرة الرشوة مسؤولية الجميع وتحمل المسؤولية الأولى ذي الدرجة الأولى ذي المنتخبين لأن إذ مجموعة المنتخبين نهنم يتشجعنا بعد الرشوة الفساد الأخلاقي الفساد من الرشوة ذي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشي والمرتشي والساعي بينهما لوقت توجب المنتخب ان يتحلس اخلاق الحميده لوقت غتغير الموقف ديال الشغله فانت فاذا به الشاث يستغ ضمائر الامه يستغل ظاهره الفقر وإن كان الفقر مثل سيدنا عمر لو كان رجل لقتلته ولكن ذلك النداء للأحزاب يتجه المسؤولية للدرجة الأولى في الشيء التزكية النوع المذال وخاصة وغصب الضمائر حية كان واجب من اثنين يخصان الإخضار ومن الشيء التزكية نسمي يخصان القدوة للأحزاب نهار غلف نطبق المسترية والاعتبارات أتفعل أقل بعدا نسبد إيش 50% من الرشوة وثانيا للإدارات العمومية وخاصة حتى في البداية في السور الإطار المنتخبين حتى المجالس القروية والمجالس البلدية والحضارية وليس يتحمل المسؤولية الأولى ذي الدرجة الأولى مرحلة الرشوة هو المجلس وهو الرئيس ذي الدرجة الأولى هو الرئيس المباشر للموظفين ونحن نتعمل مشا قال لي باللي قال الموظفين مارا تعطاني الرشوة ذي اللي أذان مش سقان ذي مزداقل ذي اللي أذان اتقل سيدة ربي ذي اللي أذان رغم يتري غسل الراتب النص محدود ولكن غسل القناع عقول قولوا غنجيبوا القناع عقول وخفر صعب ما غي تجي السجل ويقل نعشا وتعتبر منشن نوع الادارات الفارمه في النخ انا سمت لك مش نخشي الضيعه تسمى قولي وغدا الحق الادارة في فارمه النساء اللي سيدي مش الدانس الا باب النس ولكن الاداره عموميه ما فات اجلات الملك محمد السادس يتتاب لانه يخسر أن أمشي سقالة أن حضر الإدارة في النخ أن حفظ الإدارة في النخ أن قارب الإدارة إلى المواطنين يخسر حتى أمشي تحمل مسؤولية ذي الدرجة الأولى المنتخبين للرؤساء المجالس أن تحمل ثانية المسؤولية الموظفين وأن تحمل مسؤولية ثانية السلطة المحلية
السلطه المحليه كان في الامكان ولا حتى تحارب الظاهره، لان مع الاسف توارج مجموعه الاعوان وخشن وانتو مشال ان غاسل راتي بصوص انتي كوشا، ولكن على الاقل على اتقى الله المسؤوليه، اتقوا الله في مسؤوليتكم، اتقوا الله في مسؤوليتكم. السلام عليكم. خصنا نزيد الحوره هذه غانم المشاكل ونيتي ديج المشكل اختار مطروح كل 8 مينوت وكل دقيقه وكل لحظه انه مشكل الرشوه ونيتي اختار مطروح. بالاضافه انه سيدنا الله ينصرو يتعاون غامانيا نشتي الشعب من وكنسخا بدا يتعاون نيشان نشتي نستنسخا ان كان صغوي اي حاجه اتري من علمي هذه المعامل اللي غنمنع مني لاني هذه المقاطعه ديال البلديه هذه دي اي مشاني خصها اني نشتي ندير نقولها بوركي زي الشعب الفقير نغري الشعب المتوسط نغري نجيبو زي الشعب الغني ديني 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 غنرضي الشعب المغربي حاجه الطبقه ارستقراطيه يعني طبقه قاعد ما غاديش نحاسب نستنزل المشاكل اللي غنغي خصها انه نحارب خرج مثلا نقضي من عام شان نسدي من عام شان وغادي تسبو شان يزن انه يصغي مشان مني يصغي مشان 1000 مواطن 2000 مواطن او انس سد دقه باش نحل المشاكل انه اي واحد ينعكس تبقى القانون واش يروح من ما يعني الانجينيور المهندس الوزير دوينات اي واحد سيدنا شنو بشرف الفرصيه ندافع خير كنا ندافع على الحقوق نخ القانون نخ اي واحد باش نبعد ما نمشي الاخ خالد ما نبعد اي واحد يبدا زين نفسه لا يغير اللهم بقوم من حتى يغيرنا ما بانفسهم اول حاجه غادا هو نقدر نغيروا ما بانفسهم نشتي نشد بدير زكفين وات الشغوي عارف نشد زكفين اي واحد نبدا مي غاري غير الشجن الحقيقه سنخت ضفاخته غاري جن الحقيقه ضفاخته انه نشمنوا غاري باش غاري شو حرام اخذ مطلقا لا مطلقا لا الشرع لا غادي نقول مساواة يعني الشيء مادام مساويين ما بين الناس ثاني تيجي النقطه تكسر المساواة وانت تقول المساواة خاصك ندافع ماشي خاصك ندافع اي واحد فيك من غير اي واحد غادي ينطلق سكح الناس غادي من غادي يحاول ما امكن انه ما يويض الصوت نهار غادي يوطي في الشو انه ما يويض في الشو غادي يوطى في الشو ولكن الصوت غادي يوضى ديالو حتى السوق غادي يوضى اي معمعة اي مشكل اي حرب لابد تخصص كحوريين التضحيه من هو غانغي حوريين التضحيه هاني اللي نشتي نبدا نسكفن اول واحد يمكن ما رنش بسم الله بها اي واحد هذه يبدا واخا نشتي نعدو ذي حوريين التضحيه معليش اطول هذه سجن ان شاء الله وانا غاسي يوض سيدنا ان شاء الله خي تعاون نغامن هي من نهار يخسري السور هذه هي الكلمه المعقوله تيني اي واحد بدل ما يستاخر سيدنا يتقارن تيقارن شي الشعب هذه مكار اللي حارب شو اللي حارب غتنحارب بمعنى الكلمه وغادي صغوري خي نوري بالعناوين وشكرا من نظر سيتي شكرا باش تولي غنشر شوا غنجيب ليكزومبل يعني غنز مزيان هو المدونة يغان يكون بشي السير تو قبل غن سير تسمى غار شوا واش 40 دورو تقعدو هذاك شو سينا 40 دورو عدو فوق قلنا تسمى تحزت نفسي بارك 40 30 مش باش تولي غداني تي هو اللي بو قلنا تسمى المدونة ما حنا ديالي السير دوني حتى وحنا ما دارني رشوا سنجو غير تعطي تشد 10000 5000 10000 5000 حتى تفرق انت كيش مزيان يعني اذا انت قشتي انت الرشوه تهرني واللي بون تحارب الرشوه وانما نهارني ذا الرشوه فهمت اللي هو تيدي جل تسمى جل اكزومبل تسمى كل شيء غير رشوه اش باش تقول انه بنادم انت غير بدا نسكخ في النص غادي يحارب الرشوه ترجع مشى نجنا غادي يحارب الرشوه نشا تحارب الرشوه وتيشتشا وين مو تيسيدي كينات وداك نسعتي انت غادي يحارب الرشوه وتيشتشا سنتي شوي 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 نحارب الرشوه نهضروا على موضوع ديال الرشوة اللي ضمن المجتمع ديالنا وعندو سلبية وعندو عندو بزاف ديال الحوايج اللي خلاو المجتمع ديالنا مع الأسف اللي كيرجع له. المهم ظاهرة الرشوة من بين الظواهر اللي شوية خايبة وكنتمناو من المسؤولين ديالنا ينقصوا من هاد الظاهرة والحمد لله الدولة ديالنا دارت بزاف ديال الإجراءات اللي اتخذت كتحاول باش تضمن هاد الظاهرة والحمد لله الحال هاد الحال الجديد اللي داروا هاد الزيادة اللي زادوا الموظفين فئة من الموظفين اللي خلات الظاهرة تنقص ولكن الطلب اللي كنطلبو الحكومة إن شاء الله والمجتمع ديالنا هو لا ديال الرشوة إن شاء الله وشكرا.
الرشوة بالنسبة للمغاربة يعني واحد المشكل عويص وماشي تتمك كيخص بنادم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى نعل الله الراشي والمرتشي يعني خص بنادم خص يكون كيرشي باش يبان معتمد على الدرع نتاعو والنفس ويكون عنده النفس لأن إذا كانت نفس مغربية يعني كنت حر كيخص تخدم وتكون واحد الصورة للمجتمع لهذا الرشوة دابا غادي كتنقش شوية بسبب الحكومة والآخر قانون جديد وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله من هنا الفرصة.